بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في انطلاقة جديدة للفيديوهات في القناة علشان نظبط المحتوى ان شاء الله اللي هنقدمه لعملائنا الكرام. النهاردة بنبدأ بالعربية الستروين السي 5 زي ما حضراتكم شايفين، السي 5 الاير كروس. هنشرح فيها الشرح اللي يستاهل ان الناس تعرفه، وهو شرح الموتور والكماليات المهمة في العربية. طيب حضراتكم عارفين ان العربية دي بتبقى تجميع وتصنيع فرنسا. الموتور بتاعها عبارة عن 4 اسطوانات والسعة اللترية 1600 سي سي، طبعا 165 حصان، وعزم اقصى للدوران 240 نيوتن متر. نقل الحركة اللي فيها بيبقى اوتوماتيك 6 سرعات، وهي بتعتمد في منظومة الحركة على الجر الامامي، والتسارع فيها من وضع السكون ل 100 كيلو متر لكل ساعة في غضون 9.4 ثانية. متوسط استهلاك الوقود في العربية بيبقى 7 لتر لكل 100 كيلو، وسعة الشنطة الخلفية 580 لتر. ده اهم ما يشغل الناس واللي الناس كتير قوي بتسالني عليه. طيب بالنسبه لمنظومه الفرامل، طبعا نظام الفرامل اي بي اس اللي هو مناعه الانغلاق والانزلاق، وطبعا فيها اي بي دي اللي هو التوزيع الالكتروني، واي اس بي التوازن الالكتروني، وكذلك العربيه فيها نظام تحكم في المرتفعات في ال4 عجلات. طبعا ده من ضمن منظومة الجر مع نظام الفرامل. أبعاد العربية، الطول بتاعها 4.5 متر، والعرض بتاعها 2 متر، والارتفاع عن الأرض، ارتفاع العربية عن الأرض 1.6 متر. بكده نكون وصلنا لشرح الجزء الخاص بالموتور وأنظمة الجر والفرامل. وطبعا ما تنسوناش بالاشتراك في القناة للناس اللي لسه ما اشتركتش، ونشر الفيديو على جروبات الخاصة بالسيارة ستروين للإفادة والاستفادة، وفي نفس الوقت بتدعموني علشان أتواصل معاكم وأوصل لطموحي في مجال و شرح او شروحات الخاصه بالسيارات والريفيوهات. وان شاء الله الايام اللي جايه هتكون القناه في وضع افضل مما كانت عليه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله.